السلام عليكم. بعد فترة طويلة من الارتفاع، الدولار سجل انخفاض ملحوظ منذ يومين حتى أغلق اليوم على 148 ألف دينار لكل 100 دولار. تقول الحكومة أن معركتها مع الدولار شارفت على الانتهاء بعد إجراءات طويلة قام بها البنك المركزي العراقي، لكنه لم يفلح لحد الآن بإعادة سعر الصرف إلى السعر المقرر. أما السفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانسكي أكدت استمرار واشنطن بتقديم خدمات الدولار الأمريكي للعراق بما يخدم مصلحة الاستقرار الاقتصادي حسب قولها. هذه التصريحات أثارت لغطاً بالشارع العراقي اللي بدأ منقسم، الجزء الأكبر منه ممتعض واعتبره استمرار للهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العراقي، على الرغم من أن الدولار اللي ضخه واشنطن للعراق هو من أمواله اللي تذهب من جراء التعاملات النفطية إلى الفدرالي الأمريكي تحت ذريعة البقاء في البند السادس، رغم مغادرة العراق البند السابع بميثاق الأمم المتحدة. في حين يرى خبراء أن هذا الواقع لابد منه كون الضامن الوحيد دوليا للتعاملات الخارجية العراقية أولا، وورقة ضغط على الأخطر هي الأخطر على الدول المعاقبة من الولايات المتحدة والتي تشترك بتعاملات تجارية هي الأقوى مع العراق. وبين النظريتين يبقى الاقتصاد العراقي مرهون بالقرار الأمريكي إلى أجل غير مسمى. إذن ناقش قضية الدولار من جديد مع ضيوفي الدكتور علاء القصير رئيس نادي رجال الأعمال، والدكتور محمود داغر الخبير المالي والاقتصادي، وكذلك من المفترض أن ينضم لي السيد معين الكاظمي عضو اللجنة المالية البرلمانية. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. حياك الله دكتور. حياك الله دكتور. ها نبدأ منك من اليسار. اليسار الله يسلمك. أكو انخفاض بالدولار؟ نعم. يعني بس هذا الانخفاض يعني ممكن يطول، لو هذا حده 148 ممكن يرتفع، شنو ماكو ضامن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك والى ضيفك اخي الدكتور علاء والى ضيفك اخونا الاستاذ معين. شوف احنا حتى نقدر نقول ما سبب أولا حدوث هذا الانخفاض؟ الانخفاض من 57 إلى 48 49 50 تم بفترة قصيرة. أكيد صار تغيير بأساسيات السوق اللي هي العرض والطلب. إحنا وين كانت المشكلة اللي سببت ارتفاع؟ هو أن العرض للعملة الأجنبية وخاصة الدولار غير قادر أن يغطي أنواع الطلب جميعا. البعض يعتقد أن الطلب على الدولار هو فقط طلب على الاستيرادات. نعم الجزء الأكبر من الطلب على الدولار بالعراق الاستيرادات، زين، لكن هنالك طلب لأغراض الحفاظ على الثروة، هذا يعني يروح يدخر بالدينار وهو يتقلب لا يروح للدولار. فأكو طلب على الدولار وهذا طلب مشروع، أكو طلب ناس هاي شغلتهم المضاربة أيضا طلب شرعي. لذلك بعض السلع عندنا والعلاقة أو الاستيراد من بعض الكيانات المعاقبة سواء دول أو شركات، هذه كلها تطلب خارج إطار النظام المصرفي، بالتالي الطلب من تواجهه بالعرض العرض غير قادر يغطي. الآن باعتقادي شوية ازداد العرض، أكيد شوية دولاراتنا زادت في بعض دول الجوار، لذلك حدث هذا الانخفاض. لكن الآن إجابة على سؤالك، طبعا هل هذا الانخفاض مستدام؟ أتمنى ذلك، لكن أقول العلم يقول من المبكر القول ان هذا الارتفاع، وهذه ارغب فيها اقولها، الارتفاع في قيمة الدينار
ستكون مستدامة، نتمنى ذلك. لكن لا، الواقع شو يقول؟ الواقع الآن 148، يعني قيمة الدينار بدأت ترتفع. زين، بالتأكيد مقارنة بوضعها السابق. لكن يعني 3 أيام و4 غير كافية أن تنطيني يعني تريند مستقر لقيمة العملة، لا سيما أن المضاربة في السوق موجودة. يعني خلينا من الحكي السياسة، احنا حتى نعطي رؤية انه اقتصادية اقتصادية نقول هذا ارتفاع جيد بقيمة الدينار، نتمنى ان يستدام، لكن لسنا ضامنين لذلك الا بعد مضي مدة عليه لكي نقول ان ذلك بالاتجاه الصحيح. الحكومة تقول، مستشارين، مستشار بالحكومة يقول معركتنا مع الدولار شارفت على الانتهاء. نعم، وأنا أنا ما أفهم هي شنو قالت معركتهم، وأنا أتمنى ذلك. لا أنا ما أريدك تتمنى، أنا أريدك تحلل. تتمنى لا، إحنا معركتنا مع الدولار لم تنتهي، مستمرة. يعني لابد، ليش؟ لأن الفجوة كبيرة كانت. زين، الآن إحنا الرسمي 1320، السوقي 1480 إذا حسب المعلومات. إذا من هذا عدد النقاط كبير. زين، بالتالي ما زال الشوط طويل للذهاب عند المستهدف. وأنا وأنت وأخوي الدكتور أكيد كنا نريده ينخفض حتى على الأقل. الحكومة تقدر تشتغل بسهولة، تسوي مشروعات، تجيب مستثمرين من الخارج. لا يمكن أحد يجي من الخارج والعملة الوطنية تتقلب. بعض المصالح اللي يعني يروح يجي التاجر يستورد ب 1320، يجي لأبو المفرد قال له بيش الدولار اليوم، وانت مستورد على 1320، يبيع على سعر السوق. على هذا نريد نتخلص منه، نريد التعامل بالدينار مثل ما الحكومة جادة به، ونريد فوق التعامل مع الدولار أو الدينار نريد أيضا يكون الدينار مستقر. تمام، يعني هسه تلخيصا الكلام حضرتك أنه إحنا أوكي تمام، هسه اللي صار هو إيجابي طبعا، لكن يستمر لو ما يستمر ماكو ضمانات لعدم استمراره. هذا حقيقة، ممكن يرتفع في أي لحظة. هذا الكلام. نعم، سأل على حياك الله. شو تقول؟ احنا صار عندنا انخفاض قبل يومين، الاصوات تقول انه الدولار، معركتنا ويا الدولار راح تخلص. انا ما اعرف شنو هي المعركه دارت خلال الفتره السابقه، وين ويا من؟ لا يعني بدايه تحيه لحضرتك وتحيه لاستاذي الاستاذ محمود داغر، يعني انا اعتبره هو المعلم الاول بالنسبه احنا لنا، يعني كجيل سبق نتعامل ويا البنك المركزي قبل وحاليا. يعني كل ما تفضل بي الأستاذ محمود، يعني كان بي علامات إيجابية فيما يتعلق ب أنا أسميها الفوضى الدولارية. يعني اليوم اللي إحنا نعيشها، يعني أنت يرتفع عندك الدولار وينخفض عندك الدولار، لكن لما تيجي على الأسباب، يعني أسباب الارتفاع وأسباب الانخفاض، ماكو أسباب، يعني أسباب عقلانية وأسباب واضحة على هذا الارتفاع وهذا الانخفاض. زين، اعتقد التدخل الامريكي او التدخل الفيدرالي الامريكي بالفتره الاخيره والاجتماعات اللي صارت بدبي واعتقد في دول اخرى حول الموضوع، يعني الحفاظ على يعني على الدولار الامريكي او على العمله الامريكيه كان له اثر فيما يتعلق بفتح حسابات في دبي وفتح حسابات اخرى في الصين واعتقد في سنغافوره او في ماليزيا من هالدول هذه. هذا يمكن كان له تاثير فيما يتعلق بقيمه الدولار الحقيقيه. إضافة لهذا، يعني هناك معلومات يعني أنا أسمعها من هنا وهناك أنه الحكومة العراقية أيضا وافقت لبعض رجال الأعمال أو الشركات أن تشتري دولار من الخارج وتدخل دولار أيضا. أي صار هيك قرار. كذلك أيضا يعني ضخ الدولار أو كمية الضخ من الدولار الأمريكي من قبل الفدرالي الأمريكي بالفترة الأخيرة أيضا زادت. صار أكو هناك يعني تقييد فيما يتعلق بالمنصة الإلكترونية أو فيما يتعلق بتدقيق الوثائق أو المستندات المتعلقة بالشراء أو بالاستيراد. كل هذه العوامل أدت إلى أن يكون هناك، ما يعني أنا ما أعتقد، يعني يمكن
يوافقني الأستاذ محمود، يعني ما أعتقد أنه اللي صار بهذا الانخفاض جاء نتيجة يعني تداولات أو نتيجة وجود من هو قادر على أن يكون له تأثير بالوضع الاقتصادي والمالي، سواء كان البنك المركزي أو وزارة المالية. ولكن هي قلت لك الحالة لا زالت حالة يعني غير منظورة وغير مستقرة. ممكن يعني الانخفاض هذا خلال يومين أو ثلاثة أيام راح نلاحظ أكو ارتفاع، وممكن يكون انخفاض، ويمكن بعد أكو انخفاض أكثر. زين، هاي من يعرف هالقصة؟ أصحاب المال السياسي. أصحاب ها هم اللي يتحكمون بهذا الوضع؟ يعني هسه ارتفاع الدولار ونزوله وهاي التفاصيل كلها أصحاب المال السياسي. هو هذا الآن وسابق وسابق وسابق. إيه. يعني مضاربات في الدولار بها أرباح غير اعتيادية اليوم. يعني أخلي الدولار ينخفض لما أضخ دولار، بعد ما أضخه بعدين راح يرجع يرتفع وأنا أبدي أبيع، وهذه عملية موجودة. زين، دول منهم شنو مواصفاتهم دول أصحاب المال السياسي؟ والله أنا ما أعرفهم. مقاولين؟ لا لا، أنا ما أريد أسمعهم، ما أريد أسمعهم حتى أعرفك بالقصة. دول شنو هو؟ شلون دول سياسيين مقاولين وشنو؟ هم يعني أصحاب مصارف، يعني أصحاب شنو؟ كل صيرفات وشركات، يعني قد تكون هذه الشركات غير منظورة. كثير من العوامل لها تأثير على هذه العملية. زين دكتور، ذولك شو يسوون وشنو اللي شنو اللي يخلون يعني طلب. شون قاعد يستحملون هذا؟ كيفهم يصعد يعني الدولار وكيفهم ينزل؟ عرض وطلب. اليوم كمية الدولار يعني ترتفع بالسوق، تنخفض قيمته، تنخفض قيمة الدولار نتيجة عوامل كثيرة. يعني قال الأستاذ داغر اليوم الدولار الموازي كان له طلب، عليه طلب كلش كبير من احنا نسميهم تجار التجزئة وتجار القطاع الخاص اللي ما لهم علاقة بالمنصة وما لهم علاقة بال. هناك علامات كثيرة، يعني الفدرالي الأمريكي من دا يطرح ومن دا ينشر تقارير حول يعني كمية المبالغ اللي تباع من خلال النافذة وكمية الاستيرادات اللي قاعد تجي العراق، تشوف اكو فجوة كلش كبيرة بين من؟ بين ما يدخل من استيرادات وبين ما يباع من الدينار من الدولار من خلال النافذة. يعني يقول لك نشر تقرير هذا الموضوع. يعني على سبيل المثال البنك المركزي اليوم باع 200 ما قيمة 200 مليون دولار. زين زين، اكو تقارير تقول انه ما دخل او ما تم الاتفاق عليه من استيرادات او عقود ما زيد عن 40 او 50 مليون. اذا فارق بين 200 والخمسين اللي داخل، هذا اللي كان يركز عليه الفدرالي الامريكي ويريد يعرف عنه. وهي مستمرة لحتى هاي اللحظة، وهو يعني صار اكو اتفاق انه يتم يعني تكون هناك سيطرة سواء من قبل الفدرالي الامريكي او من قبل البنك المركزي العراقي. واتمنى يعني بوجود الخيرين مثل الاستاذ محمود يمكن يكون اكو واقع احسن من هذا الواقع اللي دنيشه. تمام سيد معين الكاظم، حياك الله. حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. سيد معين، الدولار بانخفاض خلال اليومين السابقه، يعني هناك من يعتبره انجاز للحكومه، هناك من يعتبره انه الساده الخبراء الاقتصاديين اللي موجودين بالاستوديو يقول لك هذا مو ما ممكن، ممكن يستمر، ممكن ينزل، ممكن يصعد، والقصه ما يعني بعد ما ثابته لحد هذه اللحظه. شنو بالضبط الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، احييك واحيي ضيوفك الكرام والمشاهدين الاعزاء. طبعا هناك عوامل متعدده ادت الى انخفاض الدولار، واهمها نحن في نهايه عام 24، وعاده اكثر التجار بعد يوقفون الاوردرات مالتهم طلباتهم، يتفرغون الى موضوع الجرودات اللازمه، جمع ديونهم من السوق ووضع خطه ل 24، فالطلب يصير قليل على الدولار في السوق السوداء. صوت شوي، صوت يا شباب، بس اعطونا صوت. تفضل 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 استاذ معين. اضافه الى الاجراءات اللي اتخذها البنك المركزي، منها السماح باستيراد الكتل النقديه عبر المطارات ضمن شروط معينه. القضية الأخرى التفاهم الحاصل مع الفيدرالي الأمريكي في إمكانية الاستيراد بعملات أخرى مختلفة
مثل الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الأول واليورو الأوروبي في مصارف مصرف فرنسا وفي تركيا، وهكذا بالنسبة للروبية واليوان الصيني كذلك هو يعتمد في مصرف في ماليزيا. هذا التنوع بالعملات أدى إلى فسحة في الاستيراد من قبل التجار، وإضافة إلى التوافق الحاصل مع الفدرالي الأمريكي بخصوص إمكانية أن تكون هناك انسيابية عملات صادرة من البنك المركزي، حيث كان هناك رفض لكثير من الحوالات خلال الفترة السابقة لأسباب غير موجهة لدى البنك المركزي العراقي من قبل الفدرالي الأمريكي. هذا الرفض يحصل حاليا كأنما صار جزء من المعالجة في انسيابية صدور الحوالات وغيرها من أسبابية أدت إلى هذا الانخفاض الحاصل في سعر الدولار. ونتأمل أن تكون هناك خطوات أكبر وأهم من الفدرال الأمريكي من الحكومة العراقية للاستمرار بخفض سعر الدولار بحيث يكون تمام. أستاذ معين، يعني هسه السبب، هسه السبب الأول للانخفاض اللي ذكرته حضرتك، السبب الأول اللي ذكرته حضرتك بأنه هاي نهاية سنة، وفي في نهاية السنة التجار يعني يستعدون لسنة أخرى، وبالتالي هنا يعني انخفض الدولار بسبب أنه التجار يعني ما قاعد يشتغلون بالقوة نفسها اللي يشتغلون فيها بذي. يعني هاي معناته إذا وصلنا إلى بداية السنة الثانية ورجعوا التجار يشتغلون بخططهم الجديدة راح نكون معرضين للارتفاع مرة ثانية، صحيح؟ من المحتمل أن قضية الهبوط بسعر الدولار هي تكون أمام يعني اتجاهين، أما يستمر هذا الهبوط أو احتمال مثلا يعود مرة أخرى. لذلك هذه القضية هي غير مطمئنة حاليا، وإنما لابد للبنك المركزي من خطوات جادة أكثر من خلال المتخصصين ومن خلال مشاركة القطاع الخاص في معالجة هذا الارتفاع الموجود. كبار القطاع الخاص هو الجهة المستفيدة، دعونا أن يكون هناك مشاركة للقطاع الخاص إلى جانب البنك المركزي إلى جانب المصارف الأهلية والجهات الحكومية لتكون هناك معالجات لموضوع الدولار، خصوصا أن البنك المركزي يوفر من 150 إلى 200 مليون دولار لحوالات أصولية ورسمية من خلال نافذة العملة لتوفير ما يحتاجه العراق من استيرادات، وهذا أدى إلى حالة تقريبا مستقرة في الأسعار في السوق العراقية، مع الأخذ بنظر الاعتبار ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها عالمية، وليس بسبب الارتفاع سعر الدولار في العراق. زين أستاذ معين، في بعض الدول واضح هذا واضح، بس أكو شيء مهم أستاذ معين، يعني شنو تقييمكم كلجنة مالية لإجراءات البنك المركزي اللي لحد الآن ما قدرت السيطرة على قضية الدولار؟ تغير محافظ البنك المركزي، صارت إجراءات هواي، يعني التعقيدات صارت أكثر، لكن لحد هذه اللحظة ما قدروا يرجعون الدولار إلى وضعه الطبيعي. مهما يقولون الآن فهو خلينا نقول 5 نمر 6 نمر يرجع وبعدين يصعد، والقصة هي نفسها. طبعا إذا نجح البنك المركزي في توفير ما يحتاجه التاجر العراقي من الدولار الحوالات الرسمية والأصولية، وتكون الاستيرادات حقيقية ولا يكون هناك التفاف على هذه الأرقام بالإنفويس بالفاتورة القادمة من دول المصدرة للعراق، بحيث تدخل للعراق البضاعة بهذه المبالغ فهو لا بأس به. هو هذا الشيء الأساسي أن الحكومة توفر للتاجر ما يحتاجه،
أما التاجر اللي يريد يحصل ويروح على السوق السوداء فهذا شأن. طبعا المشكلة أن الولايات المتحدة والعقوبات اللي تفرضها على دول جوار العراق منها سوريا، لبنان، إيران، روسيا وغيرها، التجار العراقيين للعودة إلى السوق السوداء. فموضوع الحكومة والبنك المركزي أنه سيطر على السعر بالسوق السوداء أم لم يسيطر هذا مهم، ولكن الشيء المهم والأساسي هو توفير ما يحتاجه التاجر العراقي من الحوالات حيث تبقى الأسعار غير ضاغطة على المواطن العراقي إلى حد ما. ولذلك نحن ندعو في اللجنة المالية وحتى من قبل المتخصصين أن يكون هناك تفكير جدي من البنك المركزي لإطلاق المبادرة الصناعية بدلا من تحويل كل هذه المبالغ لاستيراد البضاعات المستهلكة، أن يكون هناك نسبة لا تقل عن 5% 10% لاستيراد خطوط إنتاجية من خلال القروض المقدمة من المصرف الصناعي للصناعيين، بحيث العراق تدريجيا يتحول إلى منتج ويكون هذا الإنتاج الداخلي مدعوم، وبذلك لا نلجأ ونكون مجبرين على صرف هذه المبالغ، فيكون هناك قيمة مضافة داخلية والعملة تبقى داخل العراق. فموضوع مبادرة البنك المركزي الصناعية التي عطلها البنك المركزي حاليا، نحن في اللجنة المالية ندعو البنك المركزي لإعادة النظر لإطلاق المبادرة الصناعية مرة أخرى للإسهام بالمنتج الوطني وتشغيل الأيدي العاملة وفيها فوائد. يعني هذا الكلام يعني باختصار أرجوك سادة معين، يعني هذا الكلام يعني أنه البنك المركزي لم ينجح لحد الآن في معالجة مشكلة الدولار في العراق. لا، مشكلة الدولار نجح بمعالجتها بتوفير ما يحتاجه التاجر العراقي الذي يدخل إلى رافدة العملة ولديه انفويس ولديه فاتورة أصولية، وضمن نظام السويفت يتم إصدار هذه الحوالات. هذا شيء جيد لم يكن مطروقا طيلة الفترة السابقة، والآن هذه الضغوط الحاصلة هي تعطي احترام أكثر للدولة بأنها طبعا هي المسيطرة على الدولار اللي يصدر حوالات. راح أرجع لك. بالفترة السابقة كان هناك جهات أخرى هي التي تتلاعب بحتى الدولار الصادر بحوالات. الآن تمام راح أرجع لك سيد معين، راح أرجع لك على الحوالات الصادرة. تمام راح أرجع لك مرة ثانية دكتور. يعني مع كل الإجراءات اللي سواها البنك المركزي ما زال الدولار على وضع طبيعي، ماكو شيء تغير. ليش؟ المنصة، إجراءات المتعلقة بالتحويلات المالية، الإجراءات المتحولة بالمعرف التحول الإلكتروني، إذن التفاصيل، بس القصة نفسها ما تغير شيء. يعني لا، خلي حقيقة، خلي نوضح. احنا 20 سنة ماشيين على نمط، يعني من 2004 إلى نهاية 2022 احنا ماشيين على نمط بالتحويل مرن جدا نستخدمه. جينا مباشرة، وبالحقيقة حتى المقدمات فقدناها، انتقلنا إلى نظام تحويل وليس لوضع فني. يعني مو مثل ما فهم البعض ان الولايات او الفيدرال جاب منصة وحطها وقضية فنية. لا، احنا تغيرت قواعد الامتثال، قواعد التحويل، الارتباط مع المراسلين. فليس من المعقول مثل ما يريد البعض انه من شهر 2 و3 وطبعا مباشرة غيرنا من قيمة الدينار بالرفع نجي نقدر نسيطر بشكل كامل. هذه حقيقة. لكن انت لو تشوف الخطوات اللي تم انجازها ان كان من قبل الحكومة
أو من قبل البنك المركزي. كل شركائنا التجاريين الرئيسيين استطعنا أن نصل إليهم بعملتهم. يعني إحنا تركيا وصلنا لها بالليرة، والآن التعاملات كلش ممتازة. الدرهم راح يبدأ، اليوان وهو أكبر للصين وهو أكبر شريك تجاري وصلنا له بعيدا عن المنصة. وخلي أوضح بعيدا عن المنصة يعني مو بعيدا بشكل تام عن الدولار، لا، بل الدولار يحول إلى اليوان ويحول إلى الدرهم ويحول إلى الليرة. زين، إذن هذه كلها ساهمت كمفردات في إرخاء الضغط اللي صار على العملة الأجنبية في السوق العراقية، وزاد من العرض لمواجهة المطالب المختلفة. كذلك أنا أرى الحكومة ومنذ فترة طويلة، لأني أنا شاعر بهذا الوضع، تشارك المصارف، تشارك التجار، تشارك البرلمانيين، تشارك الصناعيين، وتسأل وين الاختناقات. قضية الضرائب حلوها وخفضوا منها، قضية الجمرك وجدوا حلول ستاندرد وبدينا نمشي أفضل. لكن هل انتهت المشاكل؟ أنا أقول لك المشاكل ما انتهت. احنا عندنا مشاكل كالآتي، اللي هي لابد من الانتهاء منها. احنا عندنا قضية الثقب الأسود اللي هو حدودنا. لا يمكن أن تتوقع عملة تستقر 100% وحدودك مفتوحة وغير مسيطر عليها من جهة اتحادية واحدة. انت عندك نظام، تقصد اقليم كردستان؟ طبعا، وحتى عندنا ببقية المكانات منافذ مفتوحة لا يسيطر عليها هيئة المنافذ ولا الجمارك. زين. اثنين، لا يمكن توقع استقرار او عندك نظامين جمركيين. وين؟ كردستان وداخل عندنا. زين. ثلاثة، الضرائب، كل واحد يحاسب ضرائب شكل. إذن هذين كلهم يجب أنه نأخذهم، لأن طريقة التحويل الجديدة شوية قليلة المرونة، لا تسمح بوصول العملة الأجنبية بشكل سهل إلى الكيانات المعاقبة. هذا الموضوع مهم وموضوع رئيسي، فنحتاج بعد عمل حتى نشتغل. أو ثانيا عندنا مشاكل، لكن رغم ذلك أنا باعتقادي العرض بدأ يزيد وإحنا لمسناه. لكن أنا أعطيك موعد، أقول يخطأ من يعطي موعد بتمام الانخفاض أو توقع. لا، أستاذ معين ضاف شيء ثاني، يعني ضاف شيء أيضا مهم. يقول لك هاي نهاية سنة والتجار يعودون حساباتهم، وبالتالي ما راح يقدمون شيء وخلاص. قد يكون من خلال يعني استاذ معين علاقته ويعرف رجال الاعمال، لكن انا ايضا ببساطه اقول لك احنا لم تتوقف لا الحوالات. انا اليوم شفت ناس تطلب حوالات واعتمادات زين، او اجوا دفعوا بالعراقي وينتظرون يستلمون. انا اقول لك اياها، أكو زيادة في العرض، أكو نوع من السيطرة، لكن هل هذا معناه أن هذا الاتجاه مستقر؟ نتمنى ذلك. زين، تمام. دكتور، إيش قد أثر هذا الموضوع، هذه التقلبات اللي قاعد يومية قاعد تصير، وأيضا أستاذ معين ذكره، يعني قضية على معيشة الناس بالعراق، على أنا ما أعرف، اترحيت استوردت بالين، استوردت بالكرونة، استوردت ما أعرف إيش، أنا شو اللي شغلة بيك؟ أنا مواطن أريد أعيش، أريد أروح ألقى أسعار مثل ما هي على الأقل موجودة نفسها. إيش قد أثر هذا الموضوع على الاقتصاد العراقي للفرد العراقي؟ يعني هو دائما التركيز، يعني أنا في كل محاضراتي والبحوث يعني دائما يصير التركيز على أنا أسميه الاقتصاد المجتمعي. يعني أنت اليوم إذا تريد تفهم الاقتصاد العراقي، يعني الاقتصاد العراقي هو مو فقط كتاب ودراسة أو تقرأ بالمواقع الإلكترونية. اليوم أنت انزل للشارع
نشوف العراق شلون يعيش او المواطن العراقي شلون يكفي يومه يعني. يعني صعد الدولار الى 160 ونزل الى 150 وراح ينزل ان شاء الله الى 145، لكن وضع السوق شلون اليوم؟ الاسعار شلونها؟ شلونها؟ شو رايك؟ يعني وهي هاي يعني هي هاي مصيبتنا احنا، يعني مصيبتنا في مساله المراقبه اولا. المراقبه الاقتصاديه، يعني كان يكون الامن الاقتصادي او تكون الشرطه الاقتصاديه او الى اخره، يعني كان يجب ان يكون لها دور. هذا واحد. رقم اثنين، تفعيل البطاقه التموينيه، ايضا هذا ما كان لها اي دور بالمراحل السابقه. ارجع للاستاذ محمود داغر، يعني انا يعني ماكو بلد بالعالم كله اليوم يعتمد على كل تجارته 100% او 90% على شيء اسمه حوالات. ماكو. يمكن احنا ننفرد به العراق الوحيدين، انه انا اذا اريد استورد اي بضاعه استوردها عن طريق حواله. العالم اليوم تطور، والعالم اليوم اصبح له، احنا بالثمانينات والتسعينات وكان الاستاذ محمود داغر موجود بالبنك المركزي، كانت هناك توجيهات وتعليمات تتعلق بمساله العقود والاعتمادات. ماكو واحد اليوم، عندنا بعض يعني شغلات التجارية تكون عن طريق حوالة، والحوالة يجب أن تكون يعني أوراقها كلها نظيفة وصحيحة. فالطريقة بهذه الشكل أنه أنا أعتمد على شيء اسمه حوالة في كل استيراداتي، هذا أكيد راح يهبط من القيمة الحقيقية للدولار. يعني أنت تشتري دولار موازي حتى تستورد، وتروح للبنك المركزي، البنك المركزي وتشتري منه دولار وتستورد. يعني هنا صارت يعني صار تقاطع. نفس البضاعة اللي أنت التاجر التجزئة اللي اشتراها بالدولار اللي قيمته 160، والتاجر اللي جاب لك البضاعة نفسها 130 أو 132. فأنت كمواطن شو راح تقدر تتعامل بهذه المسألة؟ هنا هي يعني العملية، أنا ليش أسميها عملية فوضوية؟ لأنه ماكو جهاز يعني مالي، مع جل احترامي وتقدير الأستاذ محمود والبنك المركزي اللي دا يقوم بكل اللي تفضل به، لكن لا زالت هناك عشوائية في التعامل مع قيمة الدولار. صار ما ينقل لك البنك المركزي. البنك المركزي يعني دولار. صار اجتماع بال 2017 يمكن إذا يذكر الأستاذ محمود فيما يتعلق بالمبادرة مع البنك المركزي مع الخمسة مليار، وتتقسم هذه الخمسة مليار على بنوك الإسكان والزراعي والصناعي و العقاري. يعني انا اريد هاي الفتره كلها اللي صارت هاي بها المبادره اللي حد اليوم، شنو اللي صار؟ شنو اللي تنفذ؟ ماكو شيء؟ ماكو شيء. كل شيء ماكو. واذا صار شيء يعني صارت قروض زراعيه، يمكن الصناعي يروح ياخذ قرض زراعي يدفع له كم فلس ويستلم قرض. ويمكن الزراعي يروح الاتحاد الصناعات او يروح المصرف الصناعي ويستلم قرض صناعي مقابل مال يدفعه ويستلم هذا القرض. فالمبادرات اعتقد يعني يمكن تحدثنا عن الاستاذ محمود وحضرتك، يعني يجب ان تكون هناك جهه سانده للبنك المركزي. وانا دائما اسميها هيئه الراي الاقتصادي من خارج المنظومه الحكوميه. حتى تكون رديفه وتكون داعم. قصدك من القطاع الخاص الحكوميه؟ من القطاع الخاص. القطاع الخاص زين، ان تكون داعم لكل القرارات يعني التي تتخذ، على الاقل راي يعني راي الناس اللي لها علاقه خلي أسميه بالاقتصاد، سواء كان الاقتصاد السياسي أو الاقتصاد المالي أو كلفة أو إلى آخره. هذه إحنا بدنا نبحث عنها. يعني قرارات البنك المركزي مع جل احترامي وتقديري قرارات سليمة، لكن تنفيذها من قبل القطاعات الأخرى اللي تفضل بها الأستاذ محمود، الضرائب والحدود، ووجود أكثر من جهة لها سطوة وسيطرة على بعض يعني الخطوط اللي لها علاقة بالمال والاقتصاد. هذه كلها ما راح تخلينا احنا يبقى اقتصادنا اقتصاد يعني غير موزون، اقتصاد غير 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 اقتصاد الاقتصاد المطلوب يعني اليوم احنا بالبلد. تمام. استاذ معين، السفيرة الأمريكية تتحدث عن انه قاعد يضخون اموال وقاعد دعم للاقتصاد العراقي. طبعا هذا وجه بطرفين، طرف يقول انه اثبات للهيمنه الامريكيه على الاقتصاد العراقي، طرف يقول لا، هو هذا الطريق الوحيد لمساعده العراق في وضع الاقتصاد الحالي. طبعا قد يكون موضوع ضخ العمله الدولار
الذي حصل في الفترة الأخيرة هو في تعزيز رصيد البنك المركزي في المصارف الدولية وتعزيزها في بالدولار، ويحول مثلا في مصرف أبو ظبي الأول من هذه 100 مليون دولار إلى الدرهم الإماراتي، وكذلك التعزيز الحاصل في ماليزيا في مصرف فرنسا، وهكذا في المصارف التي أصبحت تتعامل مع البنك المركزي مع المصارف العراقية ومن خلالها تصدر هذه الحوالات. قد يكون هذا المقصود في الدعم. طبعا احنا مشكلتنا الحقيقية ان العراق يصدر يوميا 3,500,000 برميل نفط، ومبالغ هذا النفط 80 دولار 79 دولار للبرميل الواحد تودع في الفدرال الامريكي، ثم لا تطلق هذه المبالغ الا بموافقة الفدرالي من خلال الحوالات. اما النقد المسلم الى البنك المركزي تم تقليصه الى حد كبير، كان اسبوعيا هناك شحنة توصل الى البنك المركزي، تحولت في بعض الحالات في الشهر شحنة واحدة بحجة ان الدولار النقد يباع في السوق العراقية ويستثمر من قبل التجار الذين يريدون ان يستوردوا خارج نافذة العملة. بس هي اموال هاي اموال نفطنا صح؟ طبعا هاي اموال نفطنا مسيطر عليها من قبل الفدرالي الامريكي. بس يعني شنو ليش مسيطرين عليها لهالدرجه؟ الدولار يجب ان يكون تحت يعني سيطره واشراف الفدرالي الامريكي بالعالم كله وليس في العراق فقط. فهذه القضيه يعني باعتبار اكو دواعي سياسيه والولايات المتحده بتفرض ارادتها على الشعوب وعلى الاقتصاد في العالم، تستعمل هذا الموضوع في الضغط على مختلف الدول التي تخالف سياستها، ولذلك هناك دول ممنوع الاستيراد منها، والا مثلا هذا بلد جار مثل سوريا بلد عربي يعاني ما يعاني من مشاكل اقتصاديه، التاجر العراقي اللي يستورد من التاجر السوري ملابس مواد غذائيه زيت غيرها، ممنوع عليه ان يستورد من سوريا وممنوع عليه يتعامل ويا الجانب الاخر بالدولار الامريكي. فلا بد من معالجه هذا الموضوع من خلال المقايضه، من خلال التفكير بعملات اخرى، ونرجع ونقول موضوع انه العراق يظل معتمد على كل ما يحتاجه ل 40 مليون نسمه بالاستيراد من الخارج، هذا قضيه خطيره لا بد من معالجتها من خلال تشجيع المنتج الوطني. صحيح هناك معرقلات ملغصات موضوع المنافذ الحدودية غير الرسمية أو المنافذ الحدودية غير المسيطر عليها من قبل الحكومة الاتحادية كما هي في كردستان أو وغيرها من أسباب موجودة تؤثر على اقتصاد البلد وعلى الصناعة والزراعة الداخلية. على أي حال البنك المركزي من خلال إجراءات التي أداها استطاع يعالج بعض الشيء، ولكن هذا غير كافي. أنا أدعو مرة أخرى إلى إشراك القطاع الخاص في المعالجات في الاستشارة وغيرها، ليكون هناك حتى يعني عامل ضغط جماهيري شعبي ومن القطاع الخاص حتى على الفدرالي الأمريكي وعلى الجانب الأمريكي لتحكمه على مقاليد الأمور وعلى أموال العراق ويتصرف بها بما يشاء. ولذلك هذه الأمور كثير منها مرتبطة بالوضع السياسي، ما العراق بعض الأحيان المحددات هو ناشئ من غضب معين لدى الولايات المتحدة تفرض إرادتها وتترجم هذه الإرادة
من خلال الدولار الامريكي. بس السفيره الامريكيه تقول احنا نساعد في عمليه، احنا نساعد اجراءات، بس السفيره الامريكيه تقول احنا نساعد ووازننا انه نضخ الدولار من اجل مساعده الوضع الاقتصادي بالعراق. ومن جانب اخر يعني الدولار النقد قليل ضخ للحكومه الاتحاديه للبنك المركزي، لذلك الان نشوف مشكله مثلا المسافرين العراقيين ما يحصل على 3000 دولار بطريقه يعني معقوله منطقيه وانسيابيه. طبعا اكو قد يكون هناك يعني ملابسات او التفاف وتحايل يجري من قبل شركات المسافرين او نفس المواطن، ولكن العتب يرجع على البنك المركزي كيف لا يتم السيطره على هذا الموضوع. وقد يكون المبرر ان النقد الموجود هو محدود حيث لا تحول الولايات المتحده الفدرال الامريكي ما يحتاجه العراق. زين استاذ معين، حسابه يعني سنوي ما يقبل مليار دولار فقط يسلم الى الحكومه العراقيه. تمام استاذ معين، اكو قصه اكو قصه ثانيه يجب ان يصرف بطريقه الحواله. تمام اكو قصه ثانيه يعني بها جوانب انسانيه. الان المسموح على ما ادري ب على ما اللي سمعت به ما اعرف يعني المسموح انه العراقيين يحصلون عليه من الدولار هو 3000 دولار. زين اكو مرضى هذول يروحون للهند للبنان ما اعرف ايش، بتدري العراقيين بهواي دول اللي يروحون يتعالجون. هاي ال 3000 دولار هي ما تكفي حتى اجراء نص عمليه جراحيه. زين هاي الاموال منين يجيبها؟ هاي حتى ما ماخذينها بعين الاعتبار القصه الانسانيه المتعلقه بها. طبعا هذا الموضوع المفروض يعني بالنسبه للعمليات الجراحيه للعلاج وحتى للدراسه هناك يعني ضوابط اخرى محدده من قبل البنك المركزي يمكن من خلالها زياده هذا المبلغ المخصص للمسافر العراقي. وهناك كذلك ملاحظه اخرى أن العراقي اللي يسافر إلى الهند ويعالج ويروح تركيا يسمح له في 3000 دولار وغيره، ولكن المسافر العراقي اللي يبلغ عدد وصل مليون سنويا يروحون إلى زيارة مشهد المقدسة ممنوع عليه لفتوا هذا الدولار. يعني هذا مواطن من حقه اللي يسافر وهناك عنده علاج وعنده سفر ويريد يغير جو. زين شلون تنحل القصه؟ بعد هاي الهيمنه الامريكيه، اليوم البلطجه الامريكيه واضحه بالعالم اجمع. لا استاذ معين هسه هاي الهيمنه الامريكيه علينا كل احنا بس اقتصادياً. لا استاذ معين الهيمنه الامريكيه علينا كل احنا بس هاي قصه المريض اللي يروح يتعالج. هاي هيمنه من شو بيلا مستشفيات هنا بيلا ان يكون هناك تضامن سياسي عمل جدي لفرض السياده الاقتصاديه للعراق. اليوم السياده الاقتصاديه في البلد مخترقه ولا بد من وضع اليات وسبل، ولكن الوضع الشائك العالمي يمنع هذا الشيء، وهذه حقيقه واقعه. لذلك قد نرى ان الحكومه تداري. زين لا انا استاذ معين بس اذا تسمح لي كلامك كله في جانب تحدثنا عليه قبل شويه بس انا الموضوع الان المركز انه هذا المريض اذا يروح شلون البنك المركزي ليش ما يسمح له ياخذ اكثر من هذه الاموال؟ والله انا هذه التفاصيل ما عندي علم، بس ادري يعني المفروض اكو ضوابط معينه، بس يجيب الاوراق الطبيه من المستشفى اللي يريد يروح لها، تقديرات ماليه، ممكن انه زياده المبلغ مو فد شيء يعني ممنوع او غير مسموح به، وانما يمكن زياده ما يحتاجه المواطن اللي عنده علاج من الخارج حسب حاجته. هذا شيء مثل ما مخصص للدارسين خارج العراق، كذلك لذويهم بامكانهم ارسال مبالغ لهم. نعم. فهذه الامور قضيه الدراسه، قضيه السفر للسياحه، قضيه السفر للعلاج، هناك ضوابط يطبقها البنك المركزي، ولكن يحتاج الى يعني انسيابيه اكثر
وفي نفس الوقت إلى ضبط. تعلم كثير من الناس شغله هو الاحتيال، يحصل على أوراق معينة ويحاول إنه واضح يستفيد أكثر ما يمكن. واضح. الفترة السابقة كان هناك تحايل من شركات السفر والنقل بالحصول على الدول. أستاذ معين توقف الصوت مع أستاذ معين. هاي قصة المرضى شلون تتعالج هسه؟ نعم. قصة إنه أنا عراقي هسه، أو حتى أستاذ معين يقول لك أنا قصة هسه أنا مواطن عراقي أريد أروح للدولة. زين. أروح بسياحة، أروح بعمل، أروح بكذا، أنا 3000 دولار شو يكفنك؟ نعم. 3000 دولار يمكن أكو دول ما مش قد يطولن عندك يعني. صحيح. دول مكلفة غالية. زين شلون؟ إذا سمحت. إيه. أعتقد بس باختصار أرجوك لأن ما عندي وقت. لا باختصار. إيه. أنا سافرت شهراً لأوروبا، شهر لأوروبا، لم أستخدم إلا 50 دولار. عندي بطاقات وتستخدم بطاقاتي أستخدمها ليش يعني؟ زي. الآن وصلت عدد البطاقات في المصارف إلى 20 مليون بطاقة. تعال شوف يومية الصبح وشلون بطاقات هاي وحدة. إذا قضية حتى العلاج. بس هاي البطاقة بها ليمت. شنو الليمت؟ محددة شقد؟ ليمتها مليونين دينار يعني 1600 دولار باليوم. اها طبعا يعني يقدر يصرف 1600 دولار باليوم. الليمت حدد مو مثل مو 100 دولار و 50 دولار، ليمت اعلى. هاي وحده. اثنين المرضى والعلاج. واجب على المصارف عندما يجيب ورقة العلاج مؤكد بيها من الدولة مثلا من الهند والرقم الرمزي للمستشفى والقائمة العشرة المصرف يحول له. عشان هو يروح لهناك ويودي العلاج هم يدزوله. ليش يروح لهم دكتور؟ هو يجي لهم. أنا بس اسمح لي دكتور، هسه انت بس هالحل هسه انت مو انت صاحب الحل. انت هسه انا مارسة يوميا. لا بس اسمح لي، انت الثق هسه تروح لي برا تتعالج وقاعد بالهند وتودي من هناك حتى يحاولوا لك. اي نعم دكتور، هذا مو يعني احنا نطينا البطاقه قلت ما تصير. ايه؟ لا. اثنين عندك الويسترن يونيون. ايه؟ وعندك الماني جرام. تستطيع تحول 4000 5000 دولار اذا انت عندك اي حساب مصارف كثيره بالشركات تحول بالسعر الرسمي. زين هذول اللي تعتقد اللي قاعد يروحون كلهم يشترون من الشارع. اه. من الصيرفات ما ادري. لا انا قاعد اقول لك الدارسين ايضا اذا جابوا قوائم الانفويسات من جامعاتهم ورقم الحساب المصرفي يتم الارسال لهم. انا لا احاول التخفيف من المشاكل، لكن يجب ان نفكر بطريقتنا. الطريقه الجديده طريقه بطاقات. واحد يسافر برا يريد له 3000، اوكي حقه، لكن البطاقه تتيح له 10000. البطاقه ايش قد ما تريد؟ هاي بطاقة التوطين. انا انسان متقاعد، احط ايش قد بالتوطين؟ احط دنانير عراقية طالما انا استطيع. ايش قد اريد؟ 10000 احط وهناك اصرفهن واسحب منهن كاش بلمت معين. وهكذا ادفع فلوس الفندق، ادفع المطعم، ادفع التاكسي، ادفع اجور كل شيء. فانا القصد العالم كله هذا الكاش ما يستخدمه هواية. أكيد أكيد أكيد. شكرا لك دكتور، شكرا لحضرتك أيضا دكتور علاء، وأيضا شكرا للسيد معين الكاظمي عضو اللجنة المالية البرلمانية. أشكركم مشاهدينا الكرام، في أمان الله.